ايه فهمت عليكي. طيب لكن رح روح واخذ هديك المرأة. ايه امي، ما بدي ولا غلطة. وبتعملي مثل ما قلت لك وبالحرف الواحد. جاي من الطريق اللي رجالي واقفين فيه؟ ايه امي خلص، بس فهميني ليش خايفة علي كل هالقد؟ يعني بالاخير شو بدهم يحكوا علي؟ انا جاية من الشغل منيح، مو جاية من شي حفلة باخر الليل. خلص امي، ليكني جاية على الطريق، ما في داعي لهذا الحكي، شوي وبوصل. ماشي. حلو. استاذ لو سمحت اسرع شوي، لازم اوصل كرمال امي. لو سمحت فيك تفوت من هي الجهة، في طريق مختصر رحت لك عليه استاذ. خير، صاير شي؟ ايه استاذ، حماتي رجعت وعملت مشكلة كبيرة مع امي. وشو السبب؟ عم بتقول ليش تأخرت بالرجعة وعم تتبلاني، مو عارفانة اني عم بتأخر كرمال شغلي للأسف. حماتي مرة صعبة وابنها كتير محافظ كمان، كل الوقت بتضل عم تتمسخر وعم بيهددوني بفسخ الخطبة. خلص اهدي، لا تاكلي هم، طولي بالك شوي. استاذ انتبه الدم. استاذ ايه وهاج، منيحة ما صار لي شي، لا تخاف علي. قلي كيف الوضع عندك؟ لو سمحت اشرح لهم الموقف، ما فينا نغلط، صعب نضحك على حدا مثل الأستاذ إحسان. هو ذكي، إذا حس على شي أو عرف شي رح توقعنا بمشكلة كبيرة. دكتور طمني، كيف صار وضع الأستاذ إحسان؟ اطمني أحسن من قبل. اهدي بنتي، ما في داعي للخوف، بس في جرح بسيط برقبته، إن شاء الله رح يتحسن ورح يطيب خلال كم يوم. وانتي فيك تطمني عليه، بس لا تنسي توقعي أوراق المشفى. شكرا دكتور، يعطيك العافية، طمنتني. ايه امي، مستحيل، ما فيني اترك الاستاذ احسان بهي الحالة، لا تنسي انه كل يلي صار بسببي. منيحة، ما في داعي تقلقي، بس يتحسن الاستاذ احسان رح ارجع. حاولي تفهميني، اول ما خلص رح ارجع. ماشي امي، رح سكر. استاذ طمني، كيف صرت هلا؟ لا سمح الله لو صار لك شيء هلا، مستحيل اقدر سامح حالي، لانه بوقتها انا رح كون السبب بكل شيء. انا منيح، لا تقلقي. بس انت ليش ما رجعتي؟ صاير شيء؟ استاذ كيف بدي ارجع على البيت واتركك وانت بهي الحاله؟ انت هلا بهي الحاله بسببي. لا، انت ما دخلك، الحق علي، ما انتبهت وانا عم سوق. لا استاذ، يلي صار بسببي انا، يلي شغلتك وحكيت لك قصصي وانت عم بتسوق، انا عن جد اسفه كثير.